بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئه الى اصحاب الجلاله والفخامه ملوك ورؤساء واولياء العهود ورؤساء الحكومات بالدول الصديقه بمناسبه احتفال دولهم باعياد الميلاد واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اخلص تهانيه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده ولدولهم وشعوبهم الصديقه بالمزيد من التقدم والازدهار متمنيا سموه في هذه المناسبه بان يعم الامن والسلام في ربوع العالم من اجل خير البشريه جمعاء